قدم العديد من الرياضيين بشكل عام ولاعبي كرة القدم بشكل خاص تهنئتهم إلى لاعب المنتخب الكويتي لكرة القدم ولاعب نادي الكويت فهد العنزي بعد حصوله على الجنسية الكويتية على بند الخدمات الجليلة والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس. أعلن مهاجم منتخب ألمانيا لكرة القدم وفريق غلطة سراي التركي حاليا لوكاس بودلسكي اعتزاله اللعب دوليا. بودلسكي مثل المانشافت لأول مرة في عام 2004 ونجح في تحقيق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2014. تأكد رسميا غياب الأسباني أندريس أنيستا عن فريقه برشلونة الأسباني لمدة أسبوعين بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ذهاب بطولة كأس السوبر الأسبانية أمام إشبيلية والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين. وقال نادي برشلونة أن لاعب الوسط أنيستا تعرض لإصابة في المفصل الخلفي للركبة اليمنى. نجح المنتخب القطري لكرة اليد في تحقيق إنجاز تاريخي له بتأهله للدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني ب22 هدفا مقابل 18 هدفا.